بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في استوديو الابطال. النهارده هننقل لحضراتكم ديربي كره اليد، الاهلي والزمالك في نهائي الدور الثاني لدوري المحترفين بكره اليد، مباراه الحسم. النهارده اللي هيكسب ان شاء الله سيفوز بدرع الدوري، تعادل هنروح على مباراه فيصل باذن الله. المباراه ستقام على مجمع الدكتور حسن مصطفى مدينه 6 أكتوبر في تمام الساعه 9، يعني بعد حوالي ساعه من الان. قبل ما نتناول المباراه فنيا ومن كل الجوانب، بحب ارحب بضيوف المنورين في الاستوديو. بنرحب بضيفنا نجم نادي الزمالك السابق ومنتخب مصر السابق واحد من رموز كره اليد في مصر، والحقيقه اللي منورنا ومشرفنا النهارده في قناه النادي الاهلي، الكابتن حسام غريب. اهلا بيك يا كابتن. اهلا كابتن، وبشكرك على المقدمه الجميله دي، وبشكر كل القائمين على القناه، وبشكر اخويا وحبيبي وصاحبي كل حاجه العبيد محمد مرجان. ودي اول مره ان انا اجي فيها قناه الاهلي، وده شرف ليا ان انا اكون موجود معاكم. الشرف لينا ان حضرتك منورنا يا كابتن. حضرتك قيمه كبيره في كره اليد، ولك بصمه يعلمها الجميع في كره اليد. منورنا يا كابتن. شكرا ياسر. برحب بنجم نادي الاهلي ومنتخب مصر السابق ومدير فني الفريق الاول سيدات، والحقيقه اللي محقق نتائج مبهره حتى الان، كابتن يحيى يوسف. اهلا بيك يا كابتن يحيى. اهلا بيك يا عايز، ربنا يخليك. منورنا ومنور نور بيك. منور بيك، ربنا يخليك. ومعانا احد نجوم النادي الاهلي الجيل الذهبي ومنتخب مصر ايضا، الكابتن محمد عبد الوارث. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بيك يا كابتن عايز، منورنا، وان شاء الله تبقى مباراه النهارده يسعد بها الجميع يا رب ان شاء الله باذن الله. كابتن حسام، حضرتك طبعا ضيفنا النهارده، ونتوجه اليك بالكلمه. شايف المباراه النهارده ازاي يا كابتن حسام؟ والله يا كابتن عايز، قبل ما نبتدي المباراه لازم نبقى عارفين احنا قاعدين اهو اهلي وزمالك، فبدايه بدايه اللقاء لازم نبقى نمحي حته التعصب دي مبدئيا. عايز صحيح يعني عشان انا موجود هنا اهو. طبعا الفرقه اللي دي رياضه فيها مكسب وخساره، لكن قبل ما تبقى فيها مكسب وخساره فيها روح، فيها روح موده، وفيها 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 وفيها. انا بشوف طبعا في البدايه المباراه دي بالنسبه للفرقتين، بالنسبه لنادي الزمالك مهمه جدا ان هو يحافظ على لقبه، بالنسبه للنادي الاهلي النادي الاهلي بقاله فتره بعيد عن الساحه اللي هي اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي رقم واحد. اهلي وزمالك رقم واحد يا كابتن هيثم وانت عارف. صحيح تمام. لكن من وجهه نظري انا المباراه دي هتبقى اللي هيحكمها حراسه المرمى اللي هيحكمها الفرقه الاقل اخطاء، لان انا وانا جاي في السكه بقارن المباراه دي من المباراه الاولانيه اللي في الدور الاول، اللي في الدور الاول اللي هو كان الاهلي ليدنج الدقيقه 18 او 19 فرق 3 او 2. صحيح. كان راح يجيب الثاني بالظبط، لكن هنا المباراه صدت الكره وترد بالظبط. بالظبط. الاهلي عنده نقط قوه معروفه، نادي الزمالك عنده نقط قوه معروفه، الفرقتين كتاب مفتوح لبعض، الاقل اخطاء اللي هيبقى اهدى على ما اظن. اذا يا كابتن حضرتك تراهن على حراسه المرمى، تراهن على الفريق اللي هيبقى اقل اخطاء، اقل اخطاء واللي هيجري. صحيح. طب كابتن يحيى شايف المباراه ازاي؟ هل يعني تتفق الراي مع كابتن حسام؟ حراسه المرمى بتشكل دور كبير، ولكن المباراه عصبيه بشكل كبير او محتاجه تحكم في الاعصاب بشكل كبير. اكيد طبعا حراسه المرمى هي اصلا مؤثره في كل الماتشات، مش شرط اهلي وزمالك بس، دايما ماتشات اهلي وزمالك هم الناديين الكبار في مصر اصلا، هم يعني النسبه الاكبر من لعيبه المنتخب فيهم. الفريقين فيها عناصر مؤثره جدا جدا، وعندهم نقط قوه كتير جدا. طبعا في اتنين مدير فنيين هم اللي هيديروا الماتشات، بس الماتش زي ده اللي هو بيحدد بطل الدوري المحترفين لازم، ده ما بيقولش مين هيكسب، لان الماتش ده ليه حسابات ثانيه خالص عند كل مدير فني وعند كل لعيبه. طبعا الماتش ده دايما لازم الماتشات دي بتتقسم عشان يبقى عارف هيجري امتى ويبطئ امتى الملعب والكلام ده كله. طبعا ده شغل المدربين وشغل اللعيبه اللي هو شغالهم عليهم طبعا الاسبوع ده كله. فرقتين قويه جدا، عندهم نقط قوه جامده جدا، اكيد المدربين الفنيين دارسين الموضوع ده كده كويس قوي. فاعتقد ان شاء الله هبقى مباراه ممتعه وهكون قويه ان شاء الله، ونشوف ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء الله. كابتن محمد، اجي لحضرتك. يمكن كابتن حسام قال كلمه جميله جدا، وهو نبذ التعصب، وكلنا في الاول والاخر يعني اخوات، ومباراه لازم تبقى بعيده عن هذا الاطار، تبقى في اطار يعني فرقتين كبار بيلعبوا بعض، ويبقى في الاخر ناحيه فنيه بتبان، ولكن مباراه محتاجه اعصاب جامده جدا من اللاعبين يا كابتن محمد.
طبعا انا متفق مع كابتن حسام طبعا في حاجات كتيره. حراسه المرمى طبعا بقى ليها دور دلوقتي يعني عدت 50% دلوقتي. الاول كان بنتكلم في نسبه 50%، دلوقتي بقت اعلى من 50%. تاني حاجه نقطه التعصب طبعا، هي الفكره كلها ان الاجواء اللي بتبقى حوالين اللعيبه او في المباراه هي اللي بتعمل التعصب، هي اللي بتحصل فيها مشادات. اي لعيب ما بين اهلي وزمالك هم في الاول وفي الاخر اخوات، في الاول وفي الاخر هم بيتجمعوا في منتخب واحد، بيناموا مع بعض، بياكلوا مع بعض. بس هي الفكره كلها دلوقتي انا مكسب وخساره، فانا عايز اكسب وهو عايز يكسب، فهي بتحصل في وسط المباراه مشادات، وضع طبيعي جدا انها تحصل. بس في الاول وفي الاخر اول ما الحكم بيصفر اللعيبه كلها بتبقى اخوات ومفيش اي مشكله مع بعض وبيقعدوا مع بعض. انا واحد من الناس يعني احمد الاحمر، كنت انا وهو كنا على طول مع بعض في اوضه واحده. فبس جوه الملعب لا، انت دلوقتي بالظبط انت منافس ليا، انا عايز اكسب وانت عايز تكسب، فوضع طبيعي ان يحصل مشادات. بس اهم حاجه المشادات ما يبقاش فيها يعني ما توصلش المرحله ان يبقى فيها مشكله. هي دي النقطه بالظبط، هي دي اللي احنا بنتكلم فيها. وربنا يوفق ان شاء الله فريق النادي الاهلي وفريق النادي الزمالك النهارده، يقدموا لنا مباراه قويه وان شاء الله باذن الله يعني تبقى حاجه تشرف مصر وتشرف الدوري المصري، تبقى بشكل كويس نتفرج عليها النهارده ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن حسام ماجر حضرتك يعني حضرتك متابع جيد جدا وعارف كل صغيره وكبيره في الفرقتين. هنروح نبتدي بنادي الزمالك، حضرتك شايف يعني نقاط القوه في نادي الزمالك ايه؟ خاصه بيبقى فيه متغيرات، حضرتك عارف بيبقى ممكن تبقى الدور الاول في حاله، الدور الثاني في حاله ثانيه. حضرتك بحكم قربك من الفريق شايف نقاط القوه النهارده ايه نادي؟ طبعا الزمالك بيعتمد اعتماد كلي عنده زي ما كنت بقول حراسه المرمى محمد علي. ليه انا بقول محمد علي ما بقولش فلفل؟ لان محمد علي هو بيدرس النادي الاهلي بقاله 3 سنين 4 سنين. عارف انت لما تبقى فيه لعيب كده، انا الماتش ده بتاعي، الماتش ده بتاعي. خد خبره في المباراه دي، خد خبره في وحافظ لعيبه الاهلي بشكل بالظبط. هو نفس لما بتلاقي محمد علي بتلاقي قدامه الطه او الطيار او، لكن خلينا في نادي الزمالك. نادي الزمالك بيمتاز بالخط الخلفي بتاعه، نقطه قوه ونقطه ضعف. نقطه القوه بتاعته ان الخط الخلفي وعنده حلول في الهجوم، حلول فرديه. الاحمر الدرع بيحلوها، يعني يقدر يحلها لك لوحده. صحيح، لو من غير تكتيك من غير حاجه يقدر يحلها لك. تمام تمام. لكن الجماعي مش ميزه في النادي الزمالك، لان كله بيخش على النص، كله بيعتمد على النص. مصطفى خليل على النص، درع على النص، الاحمر على النص. الاحمر لما بينزل بيبتدي يحاول يفك لغز السلبي. تمام. لما يبقى المباراه مع الكوره معصلجه كده، الاحمر ينزل يفك له اللغز ده. فدي نقطه. الزمالك ما بيجريش، يعني ولا اكرم بيجري ولا بكار بيجري. يعني الموجه الاولى يمكن الموجه الاولى تقيله شويه، تقيله شويه. بيعتمد في دفاعه على الاجسام. النهارده على ما اظن احمد رمضان مش هيبقى موجود، فهو يعتمد هيلعب 6-0. انا برضو مش يعني انا ما اعرفش هو يعني. طب حضرتك عارف ليه محمد رمضان هيطلع مش هيبقى موجود النهارده؟ مصاب كتفه مصاب. لكن هو بيعتمد زي ما بقول لك، بيعتمد على الخط الخلفي وبيعتمد على محمد علي. دولت الكتلتين اللي في نادي الزمالك. لما تبص على وتحلل كل الماتشات بتاعت نادي الزمالك، هو عنده بيعتمد على الخط الخلفي. طب هل غياب حسن قداح النهارده كمان هيأثر يعني؟ حسن قداح، لكن حسن قداح برضو هقول لك حاجه، لغايه النهارده ما توظفش التوظيف الصح. 2 متر 5 او 2 متر 9 لازم يشوط من 11 من على 10. النهارده حسن بيوصل لل 7 متر وال 6 متر، بقى لعيب ما استفدتش منه عادي. تمام. لكن هو طبعا يفرق، لكن في مشكله في نادي الزمالك اللي هي الروتيشن بتاع اللعيبه. روتيشن اللعيب ما بيتعملش صح. يعني لازم الجهاز الفني سواء حسن او حسين يعرف امكانيات اللعيب بتاعته امتى يغير وامتى يغير التكتيك. لان اللعيبه في الاخر بتلجا ليه؟ لخبرتها بالملعب. صحيح. الاحمر بيبتدي بخبرته بالملعب، درع بخبرته بالملعب، فالماتش بيعدي. اذا يا كابتن افهم من كلام حضرتك، حضرتك تراهن على الخبرات، تراهن على الامكانيات الفرديه لنادي الزمالك، بتراهن على الخط الخلفي بشكل كبير. تمام. نادي الزمالك شايف ان دول او في ضهره محمد علي. محمد علي طبعا حارس المرمى، شايف ان الاسلحه دي
يعني تقدر تمشي بنادي الزمالك المباراه حتى النهايه. حتى النهايه. حتى المقابل بقى بتاعها ده بقى النادي الاهلي بقى لازم يعني هو كل واحد حاجه وليها انتي بتاعها. اروح لكابتن يحيى من البدايه الانتي بتاع اللحيه الفنيه اللي بيقول عليها كابتن حسام، حضرتك شايف قوتنا ايه وازاي نقدر نوقف قوه نادي الزمالك؟ بص حضرتك، هو السنه دي حصل توليفه كويسه جدا من الكابتن طارق محروس ان هو ادمج الشباب بالعناصر الخبره الموجوده. احنا عندنا حوالي 6 أو 7 عناصر مواليد 8 ومواليد 98 كانوا في المنتخب طبعا، مع معظم الناس برضو شباب والحاجات كلها، فعمل ميكس بينهم والحاجات كلها. طب ده يدي النادي الاهلي قوه في ايه يا كابتن؟ يعني ميكس الشباب مع الناس، ممكن تقول لك الشباب لسه خبرته ضعيفه لسه ما استواش، فهل ده لا هم يعني هم عندهم خبرات شويه ان هم لعبوا منتخبات شباب ومنتخب ناشئين، يعني لعبوا في ناس منهم لعبوا منتخب اول كمان بس مش كتير، بس لعبوا زي محسن رمضان مع زيزو، عندك كاستيلو، عندك اللي هو احمد راضي، عندك العناصر دي صغيرين في السن وبياخدوا خبرات طبعا، مع وجود اسلام حسن طبعا وجزيري ونعمان وطبعا عمر ياسين طبعا، دي خبرات وحاجات كلها. اعتقد ان النهارده الكابتن طارق النهارده هيلعب على الدفاع القوي والجري من اول مباراه، دي طريقه كابتن طارق محروس ان هو يدافع قوي وبيجري من الموجه الثالثه ان هو يخلص الماتش دايما عشان ترهق كمان الفرق اللي قدامك. هو ده السيستم الجديد في العالم، ان انا دافع قوي واجري فاست بريك او سنتره سريعه، هو ده اللي كابتن طارق بينفذه، حتى لدرجه ان اخر معظم الماتشات الاهلي لعبها في الماتشات اللي فاتت كلها تلاقي السكور فوق ال 9 او 10 تجوان، ده هو دي الطريقه اللي كابتن طارق يلعب بيها. طب كابتن يعني ازاي نقدر نوقف الخط الخلفي زي ما كابتن حسام بيقول؟ يمكن الزمالك عنده حلول فرديه بيخشوا من النص كتير زي ما كابتن حسام قال، يعني شايف فنيا ده يقدر يقف ازاي؟ علشان اوقف حد كلها زي ما كابتن حسام قال ان 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 فريق الزمالك ما بتعملش على الخطط هو في حاجات فرديه، اذا كان يحيى الدرع، اذا كان علاء، اذا كان الاحمر، هم اللي عندهم حلول فرديه ماشي، فكل تخلصهم كله من نص الملعب، فلازم يكون التكتلات في نص الملعب، لازم المقابله الجيده بره على 8 9 متر دي، اذا كان يحيى الدرع او المقابله برضو الاحمر ان هو في اوفتو فورك بتاعه سريع في الجيم. جيد ايه من وجهه نظر حضرتك ممكن يلعبوا النادي الاهلي 6 5 1 ولا 6 0؟ هو النادي الاهلي بيلعب 6 0 المقابله اصلا، وممكن تقلب ل 5 1، هي دي النقطه، اذا كان اللي بيقابل اللي جاي على نص الملعب بيقابله فدي تقلب 5 1 على طول. صحيح. او ممكن يلعب 5 1 عنده سيسا يلعب 5 1 وعنده زيزو برضو يلعبوا 5 1 عنده عشان المقابلات، اذا كان بيحيى الدرع او سنتر هاف او الاحمر. صحيح. طب كابتن محمد يعني تتفق مع كابتن يحيى ايضا في الفكر ده ان احنا محتاجين اكتر نقفل مساحات، يكون نعتمد اكتر على الفاست بريك او الهجوم السريع، يعني ده هيحل لنا لغز كبير جدا في المباراه؟ هو طبعا بدايه الهاند بول دلوقتي بقت هي اساسها دفاع فاست بريك زي ما كابتن يحيى قال وكابتن حسام قال، ده بقت الهاند بول دلوقتي الحديث. خلاص دلوقتي انا بلعب 6 0 يعني، واكتريه العالم كله بيلعب 6 0، هي 6 0 دلوقتي ما بتتلعبش اللي هي الصريحه، 6 0 بتقلب 5 1 بتقلب 3 2 1 بتقلب 3 3 مع حركه الملعب تبقى صحيح. ماشيه ازاي؟ انا من وجهه نظري دلوقتي طبعا كابتن حسام قال ان فرقه نادي الزمالك هم عندهم ميزه اللعب الفردي، ان هم عندهم لعيبه بتقدر تحل في المباراه بالظبط في اي لحظه ان هو يقدر يروح يلعب واحد على واحد يقدر يحل المشكله. دي طبعا ميزه في نادي الزمالك. انا من وجهه نظري ان الميزه اللي في النادي الاهلي ان النادي الاهلي انا طول عمري بقول عليه هو ما فيهوش نجم، هم عباره عن نجوم، اداء جماعي، والاداء الجماعي هو اللي دايما بيبقى مسيطر في النادي الاهلي، هو اللي بيبقى يعني طول عمرنا اتعودنا عليه ان هو لازم يبقى فيه لعب جماعي. لو اللعب الجماعي لو اللعب ده اتغير بقى دخل في اللعب الفردي، انا شايف ان دي هتبقى نقطه ضعف قويه جدا جوه النادي الاهلي، عشان النادي الاهلي بيتميز ان هو بيلعب لعب جماعي. كابتن طارق طبعا طول عمره طريقه لعبه من منتخبات الشباب من نادي الجيش، هو طول عمره لعبه الفاست بريك، دفاع فاست بريك، سنتره سريعه، هو بيلعب على ان هو يقدر يتعب الفريق اللي قدامه، فبالتالي هو الميزه اللي عنده دلوقتي زي ما كابتن يحيى قال ان هو عنده عنصر الشباب، فعنصر الشباب ده هو اللي بيقوي الحته دي. طب الوينجات بتاعتنا بتجري بشكل كويس يا كابتن؟ عندنا طبعا وينجات كويسين جدا، عندنا زيزو، عندنا سيسا، اثنين وينجات ليفت من اسرع الوينجات الموجوده في الدوري المصري، عندنا كاستيلو من الوينجات الهايله، في
في عمر سامي عمر سامي ده برضو لسه وصل النادي الاهلي من قريب. فانا بالظبط جاي من طلائع الجيش وجاي متاخر، فهو لسه ما اندمجش مع الفريق، بس هو من اللعيبه كويسه جدا ومن اللعيبه السرعه جدا. فانا شايف ان هتبقى ميزه النادي الاهلي النهارده ان هو الفاست بريك السنتره السريعه دي، انا شايف انها تبقى حل من الحلول الاساسيه اللي تبقى موجوده النهارده في المباراه ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. طب كابتن حسام اجل، حضرتك يعني قعدت في ملاعب فتره طويله ومتعتنا طبعا بادائك الكبير سواء مع منتخب مصر او نادي الزمالك، الخبرات ليها دور يا كابتن. يعني تمام. يعني الماتشات القمه دي دائما ابدا بتبقى بتخلص، يعني حضرتك بتضحك لان عارف ممكن بحركه بزقه بكتف بكوره بشوطه، الخبرات وضعها ايه النهارده؟ تبقى الكفه لصالح مين؟ كويس، برافو عليك. طبعا يحيى في البدايه قال لك طارق عمل دمج بين الشباب والخبرات، وده صح، وهو ده العالم النهارده كله كده. لما تبص على السته الاوائل في العالم هتلاقيهم لازم يبقى فيه دمج، والدمج مش واحد او اثنين. لا ده يعني بنسبه 40% او 50%، تمام، لان دي اللي هتكمل. بالنسبه للخبره في مباراه الاهلي والزمالك، زي ما بقول لك الخبره ممكن تفيدك وممكن تخسرك تضرك. خبره نادي الزمالك، انا كنت عايز بس اضيف حاجه لابو وارث، نقط القوه بتاعه النادي الاهلي الوينجين. حضرتك شايف كده الوينجين فعلا لو طارق جري زي ما يحيى بيقول، لو طارق جري هيخلص الماتش هيخلص. بس حته برضو خد بالك نقطه القوه اللي عنده المصري خبره، فاهم في الدفاع. فلو وقفت الكوره هنا اهو واول هي موجه هي اول واحده او الثانيه. لا بس محمد علي عليه دور هنا، خلي بالك محمد علي ممكن تجري محمد علي توفق. بص يا هيثم، خلينا نتكلم، احنا لعيبه مصريه صح؟ صحيح، كلنا لعبنا على المستوى العالمي ومستوى صحيح. افريقيا ومستوى محلي. الجون حارس المرمى الاولى في الثانيه في الثالثه خلاص، صح ولا لا؟ صح كابتن؟ فعلا صح. اللعيب اللي في اللعيب هو اللي في ايديه يوقع الجون اللي قدام بالظبط. اللعيب فعلا. مش لا لا لا، الكوره مع اللعيب، الكوره مع انت فاست بريك رايح، فهي دي النقطه. يعليك يا تعليك، لكن النادي الاهلي فيه وينجين لا ممتازين، بس توصل لهم الكوره بيخلصوا نسبه تخلصهم يعني لا يخلص فوق ال 85%. خلينا نشوف الكلام ده، هنروح كمان هنستعرض اسامي الفريقين ونستعرض كل شيء وبالاسامي ان شاء الله كابتن. بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، هنطلع لفاصل سريع ورجع لحضراتكم عشان نكمل طبعا تغطيتنا المستمر لمباراه ديربي كره اليد الاهلي والزمالك، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين معاكم تغطياتنا المستمره لديربي كره اليد الاهلي والزمالك في نهائي الدور الثاني دوري المحترفين لكره اليد، مباراه الحسم، مباراه الدوري النهارده ان شاء الله. بفكر حضراتكم اللي مش هيقدر يتابعنا على شاشتنا، شاشه قناه النادي الاهلي، ان شاء الله هيكون في بث مباشر على صفحتنا على صفحه الفيسبوك وعلى قناتنا على اليوتيوب. اروح لكابتن حسام، يمكن كنا بنتكلم في الفاصل يا كابتن عن رساله الحقيقه حضرتك محتاج توجهها قبل المباراه، اتفضل. طبعا الرساله كنت بتكلم مع حضرتك ومع يحيى ومع ابو وارث، في سنه من السنين كابتن ياسر لبيب والناس كلها عارفاه، او مثلا الشباب الصغار لسه ما يعرفوش، ده كان بيبو الملاعب. بيبو كان طبعا. في سنه كان في مشاكل مع النادي الاهلي وراح الزمالك، واول تمرينه نزلها كابتن ياسر في الملعب حسام غريب موجود وايمن صلاح موجود، اللي هم كابتن الفرقه طبعا. لكن ما ينفعش ياسر لبيب يكون موجود ومش هو الكابتن. دي الروح اللي انا بنوصل بيها يعني. تنزلته للاشاره؟ ده لازم، لان هو ياسر لبيب بالنسبه لنا ده رمز. حتى لو هو بيلعب اهلي زمالك، بس هو ده رمز. رمز يبقى ليه وقاره وليه احترامه وليه، احنا اتربينا على كده. فانا كنت رساله، حتى يحيى بيقول لي يحيى في سنه من السنين لعب سنه في نادي الزمالك، والنهارده هو رقم واحد في النادي الاهلي في السيدات. صح ولا لا؟ هل الخريطه اتغيرت؟ هل يحيى اتغير؟ هل يعني رساله حضرتك بتوجهها انه في الاول والاخر احنا نسيج واحد، وان احنا بالزبط. يعني اللعيبه كلها بره ملعب اصحاب واخوات وبيقدروا بعض، فبتدعو يعني رساله لنبذ التعصب. ما فيش لازم خلاص، دي رياضه، ما احنا عندنا شباب صغير اللي هم البراعم والناشئين والكلام ده كله، لما يطلع ويلاقي فيه تعصب ما ينفعش. لا انت بتقول رساله، يعني زي ما كنت بكلم مع كابتن اسلام الشاطر، لا حاجه، انا فخور ان انا موجود
وسطيكم. صحيح يا كابتن، يعني حاسس عيله حضرتك اللي منورنا بجد والله. بجد والله منورنا ومشرفنا كابتن. اساسا حضرتك ممكن نستعرض مع الساده المشاهدين، يمكن النهارده في الجوله الاخيره في بعض المواجهات اللي بتقام النهارده، من ضمنها طبعا المواجهه اللي احنا باذن الله هنقولها زمالك واهلي مباشره، فحضرتك استعرض معانا المواجهات النهارده. عندنا طبعا زمالك واهلي، صاله الدكتور حسن مصطفى، هليوبلس سبورتنج في الشروق. هيبقى ماتش يعني ماتش هيبقى ماتش كويس. طب اهميته ايه يا كابتن هليوبلس الشروق، هليوبلس سبورتنج؟ هل المركز الثالث مثلا، مركز رابع ولا احنا زي ما اتفقنا الماتشات دي غير الاول والثاني تحصيل حاصل، لكن بتبقى للفرقه حاجه يعني مثلا ما ينفعش اليوم بيقول لك انا خسرت من سبورتنج، بتبقى مهمه، بتبقى مهمه، بتبقى مهمه ليه في هذه النقطه. طب المباراه اللي بعد كده يا كابتن، طلع الجيش والاولمبي، طلع الجيش فرقه كويسه، زورو الطيران كابتن عماد ابراهيم الطيران على ما اظن انا برجحه، وهو عامل شغل كويس قوي قوي في نادي الطيران. يعني بامانه من المدربين اللي السنه دي تقول عليهم عاملين شغل في الدوري، في دوري المحترفين، هو عماد ابراهيم. تمام، عامل شغل كويس قوي في الطيران. حلو. طب يا كابتن يعني ماتش هليوبلس سبورتنج، يمكن هليوبلس اقصى في سبورتنج من الكاس. تمام، فالماتش ده هيبقى فيه شويه يعني ممكن مش عايزين نقول طار، لكن هنقول لا، هليوبلس بيمتازوا بلعب جماعي. بيمتازوا بلعب جماعي. نعم. تمام، وسبورتنج فيها خبره. لكن اللي هو مش ثابت على مستوى. يعني بيعمل ماتشات كويسه جدا قدام الاهلي والزمالك. بس بس بيخسر من فرق صغيره. بالظبط. هي دي مشكله بتاع سبورتنج، لكن هليوبلس ماشي محافظ على مستواه. صحيح. طب كابتن يحيى اجي لحضرتك، احنا النهارده في 13 جوله سابقا الماتش ده كان طبعا نستعرض مع الساده المشاهدين مشوار النادي الاهلي في ال 13 جوله السابقه، اتفضل يا كابتن. هو النادي الاهلي لعب في اخر ماتشات دي لعب 13 مباراه، كسب 12 مباراه، خسر مباراه واحده امام الزمالك 27-26، ماشي ترتيبه الثاني بالمواجهات المباشره مش بالسكور، ان السكور بتاع الاهلي اعلى، الاهلي ليه 442 هدف عليه 330 بلس زائد يعني 112 40 نقطه، الزمالك 417 هدف بس عليه 350 مواجهه مباشره. طبعا عشان كده في حاله التعادل ده، لو قدر حصل حاجه تعادل الماتش النهارده ده ماتش الفيصل. طب خلينا نستعرض مع الساده المشاهدين كده المشوار مباراه مباراه كده يا كابتن، نذكر الساده المشاهدين ونستعرضه على الشاشه ايضا. اول مباراه لعبها في النهايات دي الفوز على الطيران 23-22، المباراه الثانيه الفوز على هليوبلس 39-25، المباراه الثالثه الفوز على طلائع الجيش 32-23، الجوله الرابعه خساره من الزمالك 26-27 طبعا للزمالك، الجوله الخامسه الفوز على الزور 40-22، السادسه الفوز على الاولمبي 33-19، المباراه السابعه الفوز على سبورتنج 29-23، المباراه الثامنه الفوز على الطيران 41-29، الجوله التاسعه الفوز على هليوبلس 32-30، الجوله العاشره الفوز على طلائع الجيش 33-28، ال11 الفوز على الاولمبي 34-23، الجوله ال12 الفوز على سبورت 34-32، الجوله الفوق الاخيره دي اللي هي قبل الاخيره اللي هي كانت امبارح الفوز على الزهور 36-27، ودي المواجهه الاخيره في دوري المحترفين. وكده يا كابتن يعني 13 مباراه خساره مباراه نادي الزمالك، خساره واحده بس، والرصيد عند فريق نادي الزمالك وفريق الاهلي 40 نقطه بس مواجهات مباشره، الزمالك هو اللي على راس الجدول. نعم. طب كابتن حسام اجي لحضرتك، يعني بنستاذن حضرتك لو نستعرض مشوار الزمالك في دوري المحترفين ال 13 جوله التي تسبق مباراه اليوم، اتفضل يا كابتن. احنا الاول الظهور 34-26، الاولمبي 30-21، خسر من سبورتنج 24-30، الاهلي 27-26 فرق واحد، كسب الطيران 32-23، فاز على هليوبلس 36-26، طلائع الجيش 29-25، الظهور 35-31، الاولمبي ماشي كابتن. شايف حضرتك يعني هي على الشاشه دلوقتي بنستعرض المباريات. يمكن دي مباريات نادي الزمالك. اتفضل يا كابتن. 39-31 الاولمبي، سبورتنج 28-26، هليوبلس 41-34، الجيش 28-26، والطيران 34-24. يعني الخساره الوحيده كانت مباراه سبورتنج، كانت سبورتنج، ودي كانت فرصه النادي الاهلي
لا لو كان كسب اللي فات كان خلص، كان صحيح؟ كان خلص الدوري. هي دي النقطه. بس يا كابتن هو الغريبه شويه ان هو كان 30-24 يعني، يمكن فرق 6 يعني، كانت الخساره من سبورتنج كانت كتير يعني، مش جون ولا اثنين. كانت النهارده كانت 8، كانت واصله 8 وكانت واصله 9. طب لو هقول لك على حاجه، ان نادي الزمالك بيبقى فيه مشكله مع سبورتنج غريبه يعني، بتبقى عارف انت زي في الكوره كده او في الباسكت في ماتشات للاتحاد او للاهلي او الزمالك بالظبط كده. لكن الماتش ده لا يعني الزمالك كان سيء جدا، وفي ماتشات تاني ما هوركش السكور. لا وحتى في الدور الثاني الزمالك فاز 28-26 فرق 2 يعني، برده الماتش كان مقلب بالظبط. حتى في لما تلاقي ما برده احنا بنحكم وجايز يحيى معايا وعبوارس مش بعدد الاهداف، ان انا كسبت مثلا 38-18 لكن بسيستم لعب صحيح. شكل ولا نفس الشكل في الملعب. هو كابتن حسام بيتكلم في هل الاداء من الموضوع مش اجوان، هل في اداء، في تطور في الاداء؟ كابتن حسام بيتكلم في تطور في الاداء بيحصل ولا ما بيحصلش؟ هو ده بقى، عشان كده انت واقف على ارض صلبه النهارده، انت بتوقف، انت عندك ثقه ان الفريق ده النهارده هيدي كويس، عشان انت بتتابع مبارياته ماشي بسيستم معين بطريقه معينه، مش اجوان وخلاص. هو كابتن صحيح. طب كابتن محمد اجل حضرتك، نستعرض مع الساده المشاهدين جدول ترتيب دوري رجال اليد، الترتيب من اللي هم الفرق، فريق السوبر او مجموعه الفرق اللي بتلعب دوري المحترفين. اتفضل يا كابتن محمد. هو طبعا الزمالك على القائمه عشان المواجهات المباشره مع الاهلي 40 نقطه، الاهلي 40 نقطه برضو. الجدول اللي هنستعرضه على الشاشه حالا مع الساده المشاهدين، اتفضل. نادي سبورتنج في المركز الثالث 31 نقطه، الطلائع الجيش رابع 27 نقطه، الاولمبي خامس 25.5، الهليوبلس 25، الطيران 17، الزهور 14.5. طب كابتن يعني الساده المشاهدين هيسالوا او يسالوا ايه النص ده؟ يعني بيجي منين؟ يعني ازاي احنا بيبقى فيه ارقام ماشيه، طب ليه بيبقى فيه نص؟ الارقام اللي ماشيه وبيبقى فيها بيتهيألي بيطلع من دور الترتيب الدور الاعتبارية اللي هي بيطلع بيها من تحت معاك. طب ليه يعني غريبه شويه، الاتحاد مختار نص يعني ممكن يبقى لا مش نص، هو الموضوع مش نص، هو الموضوع اما دخلوا في ناس خدوا مثلا 3 الاول، خد 3.5، 3 ما خليها 1 2 3 4 5، ما نخليش نص عشان اللي داخل اللي كان مجموعات دخل ب 2 1.5 1.5، ما داش 4 3 2 1، هي بس يعني هو حسبها بحسبه ثانيه يعني حسبها بحسبه يعني عشان ما بيخليش الفرق كبير يعني الاول للثالث ما يبقاش فرق نقطه او نقطتين، يبقى فرق نقطه. صح يا كابتن كلامك مظبوط. يعني انا دلوقتي لما الاول داخل مثلا بثلاث نقط او داخل بثلاثه، اللي بعده مثلا بنقطتين ونص، اللي بعده بنقطتين، يبقى فرق، يبقى دايما مد الامل صغير. صحيح مظبوط كده دي فعلا تمام. طيب خلينا يا كابتن نستعرض مع طبعا كابتن محمد صفقات يد الاهلي السنه دي ان شاء الله اللي هو حصل عليها او حصل على خدمات لاعبتها السنه دي. صفقات يد الاهلي السنه دي كان 6 صفقات، كانت اسامه الجزيري، محمود نعمان، احمد هشام سيسا، عمر ياسين، محسن رمضان، وفي الاخر كان عمر سامي الوينج رايت من نادي الجيش. كان اسامه الجزيري كان جاي من الترجي، محمود نعمان كان في السعوديه ورجع، وكان قبليها كان في سموحه، كان بيلعب في سموحه. احمد هشام سيسا كان في نادي الجيش وهو كان طالع من نادي الاهلي لنادي الجيش ورجع تاني بيته. عمر ياسين نفس الكلام، كان موجود معانا في النادي الاهلي وخرج راح نادي الجيش، واخر سنه ليه كان سافر في رومانيا باين وراح بالظبط رومانيا، بعد كده طلع على قطر ومن قطر رجع على مصر. محسن رمضان كان هليوبلس ورجع، عمر سامي كان جيش وموجود دلوقتي في النادي. طب كابتن حسام اجل حضرتك صفقات يد الزمالك السنه دي. وينج ليفت بكار، خالد وليد بيلعب في الخط بيفو الدايره، مصطفى بشير باك رايت، عمر يعني الوكيل بكار يا كابتن اللي هو كان قادم من كان في الاهلي، كان في الاهلي. وخالد وليد قادم من وبعد كده راح الشرقه وبعد كده رجع على نادي الزمالك. خالد وليد هليوبلس. لا انا بتكلم على عمر الوكيل، سافر الشرقه ورجع. لا هو الشرقه دي كان رايح بطوله بس بطوله، ما كانش موسم. وخالد وليد جه من نادي هليوبلس ومصطفى بشير كان في سبورتنج ورجع. تمام، دي كانت صفقاتنا. خلينا نطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نكمل تغطياتنا المستمره لمباراه ديربي كره اليد الاهلي والزمالك، ولكن بعد الفاصل. جديد
مكملين معاكم تغطياتنا المستمره. خلينا نستعرض كمان قائمه رجال يد الاهلي. اتفضل يا كابتن محمد نستعرضهم. كابتن يحيى نستعرضهم مع ضيوفنا. اتفضل يا كابتن يحيى. هو طبعا النهارده في اول حاجه بنقول اسماء هو غياب ثلاث لعيبه عن اللقاء مش داخلين في ال 16 منهم الحارس الاساسي طبعا عصام الطيار ربنا يشفيه طبعا. بعد كده ممدوح طه لسه راجع من اصابه واحمد راضي هم اللي طالعين. واتضاف ليهم لعيب مصطفى عبد الرحمن ده حارس مرمى مواليد 2002. تمام. النهارده اللي داخل في التشكيل عبد الرحمن طه حارس المرمى، عبد العزيز ايهاب زيزو ده وينج ليفت، احمد هشام سيسا وينج ليفت، عمر ياسين، عبد الرحمن فيصل، اسامه الجزيري دولت خط خلفي باكات ليفت، في اسلام حسن ومحمود نعمان دولت سنترافات، باهر البدراوي ومحسن رمضان وباكات رايت، في عندك عمر سامي وعمر خالد كاستيلو دولت ونجات رايت، في احمد عادل ومحمد جمال وابراهيم مصري سنتر فراوده، وفي حراسه المرمى مواليد 2002 مصطفى عبد الرحمن. بس مصطفى عبد الرحمن هيلعب يعني هو اللي ممكن يغطي غياب عصام الطيار مش كده ولا هو هو ده الموجود مع هو ده الموجود مع عبد الرحمن طه. تمام. بس اكيد طبعا عبد الرحمن طه هو اللي يبدا المباراه. ده مصطفى ده اسمه ستايل ده مواليد 2002 ان شاء الله يكون حارس موفق ان شاء الله النهارده مع عبد الرحمن طه، وانا واثق جدا جدا في عبد الرحمن طه ان شاء الله ان هو يكمل. طب كابتن حسام اجل حضرتك يعني محتاجين نستعرض مع الساده المشاهدين قائمه يد الزمالك. اتفضل يا كابتن. اكرم يسري، مصطفى خليل، اكرم يسري طبعا وينج رايت، مصطفى خليل، مصطفى بشير، علي هشام، الثلاثه دول خط خلفي، احمد مؤمن وينج ليفت، السبكي حارس مرمى، مازن واحمد حسام بتاع وينج وباك رايت، لوكا هاف، خالد دايره، وسام دايره، الوكيل بكار وينج ليفت، يحيى الدرع وحازم خط خلفي، احمد الاحمر خط خلفي، فلفل حارس مرمى، محمد علي حارس مرمى. كابتن غيابات النهارده ايه برضو نعرف الساده المشاهدين؟ غيابات النهارده حسن واحمد رمضان. احمد رمضان. احمد رمضان وحسن. محمد رمضان. محمد رمضان. شايف الغيابات النهارده يعني مؤثره ولا ليها بديل ومين ممكن يبقى بديلهم يا كابتن؟ لا وسام ممكن يحل مكان محمد رمضان وخالد وليد يحل مكان محمد رمضان. ممكن يعني لا عنده لا الزمالك عنده غيارات كتير. يعني الدكة برة فيها صف تاني عنده يعني عنده نعم. اعداد نعم. طب كابتن محمد يمكن محتاجين برضو نستعرض الجهاز الفني لرجال يد الاهلي. جاهز يا جماعة نستعرضه؟ تمام. طيب ننتظر شوية نستعرضه لسه يعني ايه يجهز معنا عشان نستعرضه مع السادة المشاهدين. كابتن محمد يمكن اكتر حاجة يعني تؤرق اي مدير فني اي مسؤول عن فرقة وهي الاصابات. تمام. النهارده الاصابات في نادي الاهلي عنده مجموعه اربع اصابات، نادي الزمالك عنده اصابتين. شايف ده هياثر على سير المباراه بشكل عام ولا الفرقتين يقدروا يتخطوا هذه الاصابات؟ هو طبعا ده بيأثر طبعا تاثير قوي بالنسبه للمدير الفني ان يبقى عندك اصابات بالعدد ده من اربع لعيبه ومن اربع يعني يعتبر من الناس الاساسيين او اللي انت بتبقى بتعتمد عليهم بشكل كلي، وكمان بيبقى فيهم كمان اللي هو رقم واحد عندك الحارس المرمى بتاعك، فدي طبعا بتأثر معاك تأثير قوي جدا. بس يعني انا شايف ان النادي الاهلي المجموعه اللي موجوده من وجهه نظري الفروق مش كبيره ما بينهم وبين بعض. عبد الرحمن طه من اول الموسم وهو لاعب ماتشات كويسه جدا، اداؤه عالي جدا، وكان في اوقات كثيره في ماتشات كان موفق جدا. كان موفق يعني وكان موفق انا عصام كمان في الدوري الفتره اللي فاتت في مباريات كتير، وكان موجود في المباراه الاخيره ما بين الاهلي والزمالك كان عصام الطيار كان حصل معاه سوء توفيق ونزل طه نزل ادى دوره هايل 100%. شايف ان احمد راضي طبعا برضو ده من اللعيبه المؤثرين بره القايمه. انا بتكلم على اللي هو الناس اللي هي الغيابات. احمد راضي ده بره القايمه، ده طبعا من اللعيبه السنتر هافات القليلين اللي انا بقول عليه ان يبقى يكون عندك سنتر هاف شويت من بره، دي بتبقى ميزه عندنا ان انت تبقى السنتر هاف دايما بيبقى هو اللي بيمشي الملعب، هو اللي بيلعب الباكين اللي معاه. بس احنا شايفين الحمد لله الفتره الاخيره يعني اسلام حسن اسلام طبعا ادى اداء كويس. يمكن اسلام عدم مشاركته مع المنتخب يا كباتن خليته عنده اشتياق انه يثبت نفسه او يبقى
هي على في الملعب انا موجود، انا ستيل واقف على رجلي، انا فارق مع فريقي. هو اسلام لا خلاف عليه طبعا، لعيب هايل جدا، لعيب عنده خبرات كبيره جدا، لعب دوريات بره مصر وموجود في مصر منتخبات. انا شايف من اللعيبه الاساسيين اللي موجودين، وهو هو عامل مؤثر جدا 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 في المباراه، ان هو ازاي بيعرف يسيطر على المجموعه اللي حواليه. وزي ما احنا كنا قلنا في البدايه ان انا النادي الاهلي عمل اندماج ما بين لعيبه الشباب واللعيبه الخبره، فوجود اسلام طبعا هو بيبقى همزه الوصل ما بينهم، ان هو يقدر يحرك الملعب. انا شايف ان هو يعني كبدايه في المباراه لازم يبقى هو رقم واحد موجود، مش زي ما حصل المباراه اللي فاتت اللي هو بدا بمحمود نعمان. محمود نعمان لسه اول سنه ليه في النادي الاهلي، بيخش واحده واحده مع بالظبط، اللي هو ان هي مباراه زي بقمه اهلي وزمالك دي بتبقى ليها حسبه تانية خالص. احنا دايما طول عمرنا بنلعب مباراه الدوري، ممكن اعمل ماتشات غير طبيعيه، بس اهلي وزمالك مين يا كباتن؟ انا معاك في الموضوع صح. لا لا, لا, لا دي اهلي اه بالظبط، اهلي وزمالك. اسلام حسن من احسن هافات في مصر بدون قطع كلامك يا وارث، من احسن هافات في مصر. يعني انا لما كنا مسك الزمالك انا كانت مشكلتي واحده، هو انا كانت مشكلتي اسلام، انا بكلمه بصراحه بقى. لا ما فيها، لا كانت مشكلتي لعيب بيمشي بيشوط بيعدي كامل، لعيب هاف لا يعني لعيب تقلق منه، تقلق منه جدا. فعشان كده زي ما قال ابو وارث لازم يبتدي بيه بالظبط. هو اسلام كمان الفتره دي استوى بزياده، ايقاع الملعب لعيب عالي. طب نادي الزمالك يا كابتن عندنا في اتفضل يا كابتن حارس، قول حاجه. هو الطبيعي ان اسلام حسن ماشي، انا معاك كل حاجه، بس دلوقتي الهاندبول مفيش لعيب بيلعب 60 دقيقه. نعم. ازاي المدرب يوظفه في التوقيت صح، امتى يسحبه وامتى الحاجات دي كلها، الروتيشن بتاعه بالظبط، الروتيشن بتاعه امتى. هو ده كمان اللعيب كمان ممكن يحدد، مش شرط المدرب، ممكن اللعيب انت بتقول للعيب اعمل فول باور بتاعك اقصى حاجه وقول له انا تعبت اريحك عشان انزل بديل. انا مش مقتنع ان في الهاندبول في بديل، ان ممكن انزل اطلع النهارده اسلام دلوقتي بعد دقيقه ادخله. مفيش حاجه اسمها بديل، ان انا اريحه دي حاجه كويسه. بس الكباتن هنا بيقولوا ان لازم اسلام يبتدي، يعني هو هم متفقين مع يعني الكلام. اسلام في ميزه، في ميزه ان هو في اول اسلام في الملعب. البدايه بيبقى قاري الملعب وعنده الحميه ان هو تقيل طبعا، تقيل جدا، خبره سنين. هي اللي انت بتقول عليها هيثم، ان هي الخبره، هي هنا الخبره اللي هو بينزل بيعرف يأدي، زي ما بقول لك الاحمر بيعرف يعملها في الزمالك، اسلام بيعرف بس يعملها. بس الغريب ان الاحمر بيعملها هو مش هاف، يعني الاحمر خط خلفي حلو، بس هو يعني بيقدر يظبط الايقاع ده، خبراته اسلام زي الاحمر بخبرته في نص بيعملها كويس قوي يعني ما شاء الله عليه. طب مين غير الاحمر في الزمالك يقدر يقوم بالدور ده؟ مين؟ يحيى الدرع. الدرع لكن انا ليه تحفظ، الدرع مش هاف، فكر باك. ايوه انا قصدي اقول كده، يعني الدرع فكر باك، بيميل للباك، مش هتقعد اربيك تربيه على الباك وفي اخر شويه اخد منك شهرين ثلاثه تبقى هاف. لا هستغلك في حته، انما مش هتبقى ده الاساس. لا اسلام هاف صريح. وده حضرتك اللي كنا مفتقدينه في كاس العالم بالظبط، ان الثلاث هافات اللي كانوا بيلعبوا كان يحيى الدرع، او ساعات كان علي زين او دودو باك. الستايل بتاعهم اصلا باكات، ما عندكش السنتراف ان هو اختراقات ويجمع ويسيب الكوره والكلام ده كله. ملحوظه مهمه جدا يا كابتن صح، عارف انت بيقول لك اللعيب ده مركزه صرف، هو ده اتخلق يلعب في المركز ده، انما لما اجيب باك وايفه يلعب هاف ده موضوع بيبقى العكس بقى. العكس يحصل باك تحطه في الهاف هيبان ان هو برده ليه الباكات شويطه دماغها هي شطوه عايز العنف. خلي بالك اقول لك معلومه، يعني ان ابو وارث سنتراف بس وقت ما هو كان بيلعب باك، يعني اوقات كتيره كنت بلعب باك، كان رايد سنتراف، اما يكون حريف بتعرف توظفه اي حته، حط في الباك رايت، حط في الباك ليفت، لكن الباك باك صريح. فعشان كده اسلام حسن لو استفاد بيه طارق النهارده، واسلام قاري يعني قبل ما ينزل الملعب يبقى قاري، هيعمل نتيجه مع النادي الاهلي فرق اسلام. طب خلينا برضو يا كابتن اتكلم مع حضراتكم في الدفاع. الدفاع هو تقريبا نص المكسب، يعني الفرقه اللي بتدافع مش نص يمكن اكتر كمان، لو بدافع كويس ما بجيبش بس ما بيخشش فيا. النهارده نادي الزمالك عنده غيابات، يعني هتلر في الدفاع صخره، يعني
ما نقول ما نقدرش ننكر. شايف الدفاع الوضع ايه؟ لا هو برضو هتلر طبعا حاجه يعني مؤثره في الدفاع، لكن مشكله الزمالك الكوره لو راحت عليه مره واثنين وثلاثه لا بيفك. مفيش سيستم في الدفاع في نادي الزمالك، مفيش سيستم. هو بيعتمد على محمد علي او بيعتمد على غلطتك انت هتغلط بس. تمام، خلينا خلاص هم بيبلغوني لحظات وهتنطلق المباراه، خلينا نروح للمباراه نتفرج عليها. بشكركم اعزائي يعني ضيوفي، ونروح وهنروح نتفرج على المباراه ونكون معاكم بين الشوطين. فإلى المباراه.